أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والقائل في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله سبحانه وتعالى يحمد على هذه النعمة العظيمة أنه شرع لنا الزواج وجعل بين الزوجين مودة في حياتهما ورحمة بينهما. ثم الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان من سنته التحفيز والحث على الزواج كما جاء في كثير من الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. أي النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته ويفتخر، فحث على الزواج عفة لأبناء المسلمين وطهارة للأسر وحماية لأصول المجتمع والحياة المجتمعية. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: أي تحقيقا لهذه الغايات المتعددة والأهداف السامية، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزواج مربوطا بالدين والخلق. متى ما صلح أو صلح دين المتزوج وحسنت أخلاقه يقبل. لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى كما نتعسف نحن في كثير من الأحيان، نتعسف في الزواج نتيجة أشياء نضعها من عندنا. ما هي وظيفته؟ ما هي قبيلته؟ أين ماله؟ ما هو حسبه؟ كثير من الأمور التي يضعها المجتمع عراقل وعقبات أمام الزواج. وانتبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا، أي إن لم تزوجوا صاحب الدين والأخلاق ما الذي يحصل؟ قال: إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن حيث التجربة التي ثبتت لمن هم أكبر منا سنا، ما من إنسان رد عن وليته وابنته زوجا حسن الأخلاق وحسن الدين إلا صارت فتنة، وتزوجت بعد ذلك من يأتي عليها وعلى أهلها بالمشاكل والفتن. ولذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والدين يا أخواننا باختصار وبساطة، الدين يسر، ما هو بالتعقيد الذي يراه الناس. الدين يسير، يقوم على أمرين اثنين كل الدين الإسلامي: أن يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة خالصة، يفرد سبحانه بالعبادة، فلا يدعى إلا الله، ولا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يتقرب إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في ذلك. هذا الأصل الأول
إفراد الله تعالى بالعبادة، والثاني أن يكون القدوة والمعظم والذي يسمع له ويطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان معظما لله بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة ده الإنسان المدين. التدين ليست مظاهر فقط، ما هو مظاهر، لكن التدين حقيقة توحيد واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول قال رسول الله يحترم كلامه ويقدر. نحن اليوم في تربيتنا المجتمعية يا إخواننا نحترم كلام الكبير. في أسرتنا الكبير لما يتكلم بيحترم، مش كده يا إخواننا؟ لما يتكلم الكبير يحترم، ورب الأسرة يحترم، والوالد يحترم. فمن باب أولى احترام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلق عليه ولا نحرف كلامه ولا نغير. إذن خلاصة الأمر يا إخواننا، حث النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج صاحب الدين والخلق، لأنه صاحب الدين بيحترمك أنت وأسرتك وأهلك، وصاحب الخلق يحسن معاملة الزوجة، لأنه النساء فيهم تقصير يا إخواننا، وده شيء ملاحظ. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته. تعرف المرأة دي لو دايرة تمشي بمزاجك ما بتمشي لك، النسوان ما يمشي بمزاجك، لابد تخالفك. صاحب الأخلاق بيرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، وهكذا تمضي الحياة. ولذلك أحبتي الكرام، نحن اليوم نسعد ونتشرف في عقد قران أخينا وابننا محمد نعمان على كريمة عمنا الخير وديدي، فلنا جميعا الشرف في أن نحضر هذا الميثاق الغليظ والذي يساهم في عفة أبنائنا وأخلاقهم الحسنة. وآخر ما أوصي به نفسي وإياكم أن نتسهل في أمر الزواج. نحن ما أولياء أمور وعندنا بنات، نتسهل في أمر الزواج، ما نصعب يا إخواننا، عشان بناتنا ما يضطرن يفعلن الأشياء اللي ما مرضية أخلاقيا، لأنه نحن صعبنا معاين ده ما بنديك له وما حنزوجك ده وإلا يجيب لنا وإلا يجيب لنا. لما نصعب نحن أولياء البنات نصعب علينا أمر الزواج، بعدك بتحصل التفلتات والأشياء الغير مرضية. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى في مراسم العقد، والشهود حاضرين والحمد لله، وولي الزوجة ووكيل الزوج. وهنا تنبيه يا أخواننا، ولي الزوجة ما بنسمي وكيل الزوجة، لأن الزوجة ما بتوكل، إنما الزوجة عليها ولي، الزوجة لها ولي. ولا يجوز نكاح البنت إلا بوليها، بخلاف الزوج. الزوج ممكن يعقد براه يا أخواننا، الزوج الولد ممكن يعقد براه ويجلس يعمل العقد، لكن الزوجة لابد من وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أيوة، وصداق المتعارف عليه بين الناس. لكن لا يصح إنه المرأة تزوج نفسها لحالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تنكح نفسها ولا أن تنكح المرأة المرأة. طيب ولي الزوجة اللي هو أيوة موكل عم الدكتور بحضور الولي موجود، ووكيل الزوج موجود. طيب طيب الصافح الاثنين ولي الزوجة افتح لي المايك. ابنة موكلة. أيوة. ابنة موكلة. طيب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. فقد زوجت ابنة موكلي.
آمن الخير محمد علي وديدي إلى موكلك محمد نعمان علي محمد على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداقة المتعارف عليه بيننا وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قبلت زواج موكلك ولية موكلك آمن الخير محمد علي وديدي على موكلي محمد نعمان علي محمد على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداقة المتعارف عليه بيننا وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير. اللهم اجعل حياتهما طيبة مباركة. اللهم أنزل عليهم الخير إنزالا، صب عليهم الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا، ارزقهم المال والبنين، واجعل لهم جنات واجعل لهم أنهارا، اجعل زواجهما مبارك، وبارك في جميع أبناء المسلمين الذين يبغون الزواج يا رب العالمين. ونهني الجميع وبارك الله فيكم.